أيمن. سيد كرمل نصر الدين، رئيس مجلس محلي دائرة الكرمل، يعطيك العافية. لقاء مصور مع موقع كل الناس، أجمل تحيات لك. أجمل تحيات لك أخي منعم ولجميع المشاهدين. سيد كرمل، أقل من عامين على بداية المعركة الانتخابية القادمة، أكثر من عامين على استلامك مفاتيح الرئاسة، انتظرنا هبة معينة في المشاريع، انتظر الشارع الدلاوي هبة كبرى في المشاريع على الأقل في العام الأخير. أول عام طبعا عام دراسة لكل رئيس لما يحدث لحيثيات الأمور في المجلس، والعام الثاني مضى أيضا وما زالت الهبة منتظر. لماذا حتى الآن لا نرى مشاريع حيوية كبرى في دائرة الكرمل؟ أو إني أنا غلطان؟ أولا شو بنقدر نقدم للمواطن ونخدم المواطن ونعطيه من إمكانيات، هذا من المفضل وهذا إشي طبيعي ولازم نقوم في هذا العمل. أنا بعتقد أنه المجلس المحلي في دائرة الكرمل انتقل نقلة نوعية رائعة في هذول العامين ونصف. خلينا نتذكر أنه نحن قبل عامين ونصف بدينا في المجلس المحلي في أوضاع مزرية للغاية بدون ما نطلع للماضي. نحن بنتحدث عن مجلس محلي الحمد لله من ناحية اقتصادية وضعه جدا مستقر. نحن بنتحدث انه اخر نصف سنة اخي منعم حدثت هزة ارضية كبرى في مجلس محلي دائرة الكرمل لقلما تتواجد في القرى الدرزية والعربية قطبة، وهي كل التغيير الجذري في المواقع وفي المناصب في المجلس المحلي والوصول لتغييرات، ثلاث تغييرات كبيرة جدا في موضوع المحاسب وفي موضوع السكرتير وفي موضوع قسم التربية. لربما هذه المناقصات عمليا أو التغييرات لربما المباركة أتت أيضا على حساب العمل في السنة الأخيرة، لربما جل اهتمام وانشغال الإدارة كانت في هذه المناقصات. مش انشغال الإدارة، ولكن من الطبيعي بأنه إنهاء عمل موظف معين، موظف في وظيفة كبرى جدا ودخول موظف جديد طبعا بياخذ تقريبا عدة أشهر تنو الموظف اللي خرج ينهي عمله تنو يدخل موظف جديد يستلم الأمور ويرتب أحواله، فهذا إشي من طبيعي جدا. ولكن هاي الهيكلة هي هيكلة هامة جدا لفترات طويلة المدى في دائرة الكرمل، وبعتقد إنه كل مواطن في الكرمل أراد وبيعتز في هاي الهيكلة اللي كرمل نصر الدين قام فيها في دائرة الكرمل. من الطبيعي أنه في مشاريع أخي منعم اللي من المفروض أنه يكون في لها تخطيط طويل المدى، مش في يوم ولا يومين تقوم، ولكن أنا بقدر بشرك أنه إن شاء الله في الأسابيع القريبة راح يكون في عدة مشاريع اللي رايحة تظهر على شاشة البلد بشكل عام اللي هي كبرى جدا. خلينا نتذكر أنه نحن مرقنا شتاء قارص اللي منع منا تقريبا التقدم في اي خطوه في مشروع عملي، لانه معروف انه العمل في الشتاء وبالغصه مش شيء مرتب، فكان في تخطيط وتحضير. ان شاء الله خلال اسابيع قريبه راح نبدا في عده مشاريع، اهم طبعا طلعنا للمناقصه كمان في صحيفتك موضوع المدرسه، مدرسه حسون الف اللي هو مشروع اللي بده يكلف 5 مليون شيكل، اللي بده تقريبا كل المدرسه يعني تتغير، بنى مدرسة جديدة ثلاثة طوابق على أعلى مستوى بصورة. حان الأوان، لأنه في الفترة الأخيرة أيضا تعاملنا في الصحيفة في المشاكل الفيزيائية والبنية التحتية في هذه المدرسة التي تأوي مئات الطلاب، وحان الأوان بالفعل أنه طلاب هذه المدرسة يتعلمون بصورة محترمة كما ينبغي. اخي منعم بدي اقول لك بالنسبه لهذا الموضوع، انا بحبش احط لحالي ناشين، ولكن مبنى الرافي المجلس المحلي من قبل المجلس المحلي في هاي المدرسه من قبل 10 سنين لازم يتغير. لماذا لم يتغير؟ بتسالنيش، انا بعطيك الاجوبه. انا من قبل عام بديت في هذا المشروع، حصلت على الاموال، خططت المشروع، والآن المشروع قيد المناقصة خلال إن شاء الله شهر بده ينتج. حده الأولام اللي موجود الرياضي 15 سنة صار له مخطط ومجهز، في السنة الأخيرة انبنى. فصحيح هاي مشاريع بدها تخطيط طويل وبدها عمل صحيح، ولكن أنا بعتقد نحن رايحين نكمل في المشاريع في دائرة الكرمل. المواطن بوعده في هاي السنة أنه يكون في مشاريع على أعلى مستوى في دائرة الكرمل في عدة حارات في عدة أمور، ورايح يشعر بالفعل أنه في هبة كبيرة في التغيير الجذري والاستمرار في التغيير الجذري بشكل عام في دائرة الكرمل من نعم. المشاريع. سيد كرمل، كيف تلخص قضية سليمان نصر الدين؟ هل هنالك كانت خسارة
سياسية، خسارة شخصية لربما. هل خسر كرمل نصر الدين المعركة وسيخسر أيضا قبيل الانتخابات القادمة؟ سياسيا أتحدث. والله يمكن كثير أناس خاصة من أصدقائي بيقولوا عني أني إنسان غير سياسي، ولكن التاريخ بيقول عن هذا الموضوع. أنا بقول أنه أنا المجلس المحلي هو عبارة عن 4 سنوات وأربعة أشهر فترة زمنية تبعت عمل. في هاي الفترة فيش عمل سياسي، لازم يكون في عمل مهني، ولكن نلاحظ أنه كانت في أمور سياسية، في تخطيطات سياسية، في أشخاص اللي كرمل نصر الدين نصبهم لمناصب معينة إلى جانبه هنا، مثل لا نريد أن نذكر أسماء لربما سنتحدث عن أسماء، ولكن يعني مفهوم كل الوقت إنه الهدف تبعه سياسي من وراء. كل الوقت والموضوع هو قانوني وهو مهني قانوني. لا نقول إنه كرمل نصر الدين عمل أشياء غير قانونية، ولكن عنده تخطيطات وبرامج سياسية واضحة. أنا اللي بقوله شو واحد بالنسبة لأخي سليمان نصر الدين، وبالنسبة لكل موظف آخر اللي عمل في منصب في المجلس المحلي، في نهاية الأمر عن طريق محكمة ولا عن أي طريق ظل في المجلس المحلي، أنا بقول إنه يعطيه العافية. من المفروض كل الوقت هو موجود في المجلس المحلي وبيقبض معاشه في الوقت وبيأخذ كل واجباته بصورة صحيحة، انه يعطي 100% للمجلس المحلي. فيش نحن عنا مواضيع شخصية هون، خلينا ننتقل من موضوع الشخصنة لموضوع البرمجة بصورة صحيحة. خلينا نتحدث في افاق ابعد وفي افاق اطول. بعتقد اذا المواطن في دائرة كرمل حب انه يفحص اذا في عنده رئيس مجلس ممكن انه يغير، ممكن انه ينزل لمعارك تغيير كبيرة عشان ينظم المجلس المحلي، كرمل نصر الدين اثبت انه بيقدر يقوم في هاي العملية بصورة صحيحة وبصورة واضحة. نحن كل إنسان في المجلس المحلي بنحترمه، بنعطيه التقدير، بنعطيه الإمكانيات، وبنعطيه الفرصة أنه يشتغل ويثبت حاله، والمستقبل نعم بفرج ذلك. سيد كرمل، نحن لربما على أبواب، كما استمعت إسا أنا فرصة كمان من خلال لقاء معك أنك تقول نعم أو لا، على أبواب مناقصات لمدراء الأقسام في مجلس ذات الكرمل، هذا صحيح؟ وإذا كان صحيحا هل ستكون لك مفاجآت تغييرات؟ من طبيعي نحن على أبواب مدراء مناقصات لمدراء أقسام ومناقصات لجميع الموظفين في المجلس المحلي. بحب قولهم أنه اليوم كل اللي عندهم وظائف لحد درجة 8 ما يسمى في المجلس المحلي، من طبيعي أنه القانون الجديد في قانون المجلس المحلية بيفرض أنه بدون مناقصة أنه نقدر يكون في تعيينات بالنسبة لهم. بظل الكمية من الموظفين اللي بحاجة لمناقصات، من طبيعي أنه رايحة تكون مناقصات واضحة على عين الشمس زي ما لحد السكان كل موظف في داخل المجلس المحلي بيقدم لهي المناقصة. إذا عنده كانت الإمكانيات بيقدر يحصل على المناقصة، إذا فيش عنده بنخرج لمناقصة خارجية زي ما نعمل في غير ذلك. وإن شاء الله في الشهر القريب بيكون هذا الموضوع. دائما يتحدثون عن شخص واحد أبرز من الآخرين بالنسبة لمدراء الأقسام هو نجيب نصر الدين، دائما نحط النقاط على الحروف. شخصية كانت هامة جدا، تعاملت معها أيضا على زمن بلدية الكرمل وسيد أكرم حسون، كامل الأشخاص البارزين هناك، وتحدثوا بأنه كرمل نصر الدين سيستغني عن خدمات نجيب نصر الدين في خلال فترة رئاسته، حتى الآن لم يحدث. هل توجد معلومات أخرى تستطيع أن تقول من خلال هذا اللقاء؟ أنا بقول نجيب نصر الدين أو أي إنسان آخر في المجلس المحلي التعامل معه تعامل مهني مش تعامل قربة. أنا بعتقد أن المواطن في دير الكرمل بيشعر ذلك من خلال تعاملي مع أقربائي أو مع أي إنسان آخر في المجلس المحلي. نحن بنوصل للمناقصات، في المناقصات بيكون في هناك هيكلة بصورة صحيحة، وكل إنسان اليوم يعني زي ما بيقولوا في العبراني لو فير أو غير مسؤول من جهتي أني أتحدث عن أي إنسان في المجلس المحلي، وكمان أيضا عن نجيب نصر الدين. نجيب نصر الدين كان في المجلس المحلي قبل ما أنا أكون رئيس مجلس محلي. نعم. وبعرفش كيف المستقبل بده يكون. سيد كرمل، كيف تتعامل بصورة يومية بدون مساعد، بدون ناطق؟ إيال حديد أنهى عمله، صافي مقلدي أنهى عمله، كيف تستطيع أن تتغلب على ذلك؟ أولا أنا بحب أقول لك ويعني مع مسؤولية تامة، هل كان ثقل معين لما كتبه آنذاك مرزوق قدور عن عدم وجود مناقصات للاثنين لربما، أو أنه الأمور أخرى كانت؟
لتركهم يعني. بالنسبة لترك صافي مقلدي ولترك إيال حديد من المناصب تبعهم، هم تركوا المناصب تبعهم باختيارهم في الوقت اللي بيلايمهم وبصورة صحيحة لحد آخر لحظة ما اشتغلوا في المجلس المحلي. طبعا كانوا يقبضوا معاشات، المعاشات طبعا كانت موافقة من قبل وزارة الداخلية بصورة صحيحة. أنا بعتقد أنهم شباب عصاميين، كل إنسان منهم في نهاية الأمر حب أنه يخرج ويشوف أموره بصورة صحيحة. في الشك أنه هنا نقص كبير في المجلس المحلي، لأنه إيال حديد وصافي مقلدة في الفترة الصعبة تبعت المجلس المحلي، لما كان التأسيس الصحيح، لما كان نحن بحاجة أنه نشتغل 24 ساعة عشان نقدر نلاقي المصاري للمياه أو للكهرباء أو للعمال أو لأي شغل. في الشك أنه هن كانوا سند كبير لإلي في كل عمل. اليوم أنا بشعر أنه هن بنقصوني، ولكن هن الله يعطيهم العافية خرجوا لأعمالهم. أنا في علاقة يومية مع إيال حديد ومع صافي مقلدي. صافي مقلدي ما زال مستشارا لربما خارجين المجلس بدون مقابل، أم أن هذه المعلومة خاطئة؟ صافي مقلدي وإيال حديد ما زالوا أصدقائي، وأنا بقول لك أخي منعم لحد هاي اللحظة ولا صديق من أصدقائي، وهن يعدوا في المئات، لم يتركني، بعدهم أصدقائي، بقعد معهم نتحدث معهم، وهذا أهم شيء. بصدد المجلس المحلي وأعضاء المجلس المحلي كل يوم والثاني تغير في عضو مجلس محلي، وهذه نقطة يجب أن نتحدث عنها بإسهاب أيضا من عبر صحيفة كل الناس في المستقبل إن شاء الله. كيف يرى ذلك كرم النصر الدين كرئيس مجلس؟ كل يوم يأتي عضو مجلس جديد إلى الساحة، لا يعرف ما الذي يحدث، ما الذي يدور من في أروقة المجلس في قضايا هامة. لربما من جهة هذا جيد لكرم النصر الدين، لا توجد تقريبا معارضة، ولكن من جهة أخرى نحن نتحدث عن مصير بلد. أولا دعني أقول لك أنه أغلب أعضاء المعارضة في أول عام، لا نتحدث الآن عن المعارضة وإئتلاف، نتحدث عن الأعضاء. أغلب أعضاء المعارضة في أول عامين أنا ببعث لهم تحياتي، كانوا أناس مسؤولين عملوا عملهم بصور رائعة، يعطيهم العافية على شغلهم. أنا في علاقة مع كل اللي استقالوا لحد اليوم علاقة طيبة، بعتقد أنهم ناس محترمين. أنا لا أعرف طبعا هاي اللعبة السياسية متواجدة في دير الكرمل في القرى الدرزية والعربية، وبعتقد في دولة إسرائيل أنه بيكون في اتفاقات للتغييرات، هاي التغييرات القوائم دخلتها وقررتها، أنا بقدرش قرر بالنسبة إلها. كل عضو مجلس بينتخب وبيوصل على المجلس المحلي بيحترمه، في إلي علاقات طيبة معه، بابي مفتوح إله دايما، وبجرب أن يتساعد معه ويتساعد معي قد ما بيقدر من أجل المجلس. ولكن للأسف الشديد أو مش لأسفي، أنا ما بقدرش قرر للأناس هذول، كل إنسان بقرر وانت بده يستقيل. هاي دولة ديمقراطية وهذا هاي الرأي الديمقراطي. نعم سيد كرمل، بالنسبة لقضية بيت سوريت، لماذا حتى الآن ما زالت تعمل في مجلس ذات الكرمل؟ هل بالفعل يوجد أمل بأن تخرج هذه الشركة؟ كيف عم نسمع من قبل جهات مختصة من هنا وهناك توجد خروقات كبيرة جدا بحق المواطن في ذات الكرمل، فماذا ينتظر كرمل نصر الدين؟ أخي منعم، أنا قلت لك كمان لما اتصلت في قبل فترة وتحدثت معي، شركة بيت سوريت هي زي أي مقاول في ذات الكرمل، بيعمل حسب قانون منظم مرتب وحسب اتفاق رسمي انعمل معه قانوني. إسا لما بصير في خروقات، مش مهم إذا الشركة هي شركة جيباي ولا شركة حراسة ولا أي شركة أخرى اللي بتقوم، أو شركة تزفيت شوارع بتقوم في خروقات، في مستشار قانوني اللي بده يفحص هاي الأمور. نحن بنشتغل في صورة مسؤولة وبصورة صحيحة، الأمور كلها بتنفحص عن طريق الجهات الرسمية، ولما بتتخذ القرار بيتخذ القرار بعد ما الجهات الرسمية تقول لي إنه في نهاية الأمر هذا الموضوع وهيك لازم ينحل. أكيد نحن مش رايحين نقبل ولا أي خروق، لما بنشوف إنه بالفعل في إثباتات وفي خروقات صحيحة ومثبتة، وفي يعني زي ما نقولوا إشارة من الهيئات القانونية المتابعة للمجلس المحلي إنه لازم ننهي عمل شركة معينة، إن كانها شركة بيت سوريت أو شركة أخرى، نحن بننهي عملها. بالنسبة لقضية النفايات ومناقصة النفايات، يبدو بأنه جهات سياسية أيضا ومن داخل المجلس المحلي وشخصيات مرموقة كما يقال في مناصب مرموقة في المجلس، كل يسعى إلى فوز
أحد أقربائي أو أحد المقربين له توجد مشاكل بالنسبة لهذه القضية، ماذا يقول الشخصية نمرة واحد في المجلس عن قضية النفايات ومناقصة النفايات؟ مناقصة النفايات طلعت بصورة رسمية في المجلس المحلي دارية الكرمل عن طريق مستشار نفايات اللي عمل حوالي 4 أشهر، حضر مناقصة. المناقصة خرجت للعمل بصورة صحيحة، كان في مرشح للمناقصة اللي نجح في المناقصة. بعد ما نجح في المناقصة، المرشح رقم 2 اتجه للمحكمة وقال انه في اشكال من ناحية عدد السيارات المتواجدين عند المرشح الاول. المرشح الاول على فكرة اللي نجح في المناقصة كان الفرق بينه وبين نمرة 2 50,000 شيكل في الشهر، يعني مش ما 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 حوالي 600,000 شيكل. رجعت المناقصة من المحكمة لهيئة المناقصات، للجنة المناقصات. لجنة المناقصات قررت واعطتني قرار انه تبطل في هذا الامر المناقصة وتعيدها كمان مرة من البداية. انا من طبيعي اني وافقت هذا الموضوع، اليوم بدي اجيبه لجلسة المجلس المحلي عشان نقرره. ولكن بدي اسألك في نهاية الامر اخي منعم، لحد هاي اللحظة المواطن في عنده مشكلة مع لم النفايات في دارية الكرمل؟ نحن بنشوف انه في اي اشكال في هذا الموضوع؟ المقاول لحد اليوم عمل بعدهم يعمل، نحن بنجرب في كل الطرق انه هاي الامور تترتب بصورة صحيحة. من طبيعي في هناك اشكالات قانونية اللي بتفوت في الموضوع، وكل اشكال قانوني ممكن يجرنا عدة اشهر. هاي طبيعة العمل في المؤسسات، هاي هذا مش إشي جديد، هذا ممكن نلاقيه في تل أبيب، في حيفا، في عسفيا، في كل مكان. ولكن كرمل نصر الدين دائما المستشار القانوني بجانبه، أنا بجرب قد ما أقدر على القليلة في الأمور اللي بعرفها إن يكون قانوني. دخلت للمنتدى السلطات الدرزية كنائب رئيس المنتدى، هل توجد أسنان لهذه اللجنة؟ ونحن نعرف أنه يجب أن تكون لك أسنان وقوية جدا مقابل السلطات، وبمحاولة لإحضار المشاريع والميزانيات وأيضا إعادة لربما الأراضي والمساواة لأبناء الطائفة المعروفية، فما هو موقف كرمل نصر الدين من ذلك؟ وهل بالفعل هذا المنتدى سيأتي بما هو جيد لأبناء الطائفة؟ أولا أخي منعم، في هذا الموضوع بدي أقول لك وللأسف الشديد حسب رأيي بسبب معقول قلة ثقافة صحفية أو غير ذلك، نشر في عدة محلات وكأنه كرمل نصر الدين لما فات في المنتدى ترك خطة بروفرمان. خلينا ننوه، خطة بروفرمان هي خطة اقتصادية شمولية متواجدة في من قبل حكومة إسرائيل. كرمل نصر الدين دخل عليها في العصاي، جبرت الحكومة انها تفوتنا عليها. لحد اليوم حصلنا منها على الباصات المتواجدة في دير الكرمل، لحد اليوم حصلنا منها على الخطة تبعت منطقة الونسة اللي هي التخطيط لكل منطقة الونسة، وإسا كمان بدينا في المنطقة تبعت وادي الفش في حوالي 8 مليون شيكل. قريب إن شاء الله جدا منها رايحين نحصل لأموال من أجل القرية الرياضية وغير ذلك. فخطة بربرمان هي موجودة في دالية الكرمل، هي قسم من العمل في دالية الكرمل وما تركناهاش ولا لحظة. في المقابل نحن كان في عنا نقاشات حادة مع رؤساء المجالس المحلية في الماضي على عدة أمور اللي هي من ناحية تنظيم المنتدى بصورة صحيحة. اليوم وصلنا قبل شهر انه قعدنا مع بعض وكان في اتفاقات بصورة صحيحة، وانا رشحت نفسي وانتخبت نائب للرئيس اللي هو الاخ علي هزيمة، مع بعض عم نبني بصورة صحيحة. تصور لحد اليوم في الجمعية مسجلة لهذا المنتدى، فإسا في هاي الأيام عم نبني جمعية مسجلة لهذا المنتدى. هذا المنتدى عم يعمل دراسات وعمل دراسي صحيح، عم يعمل بناء خطة اقتصادية للقرى الدرزية بصورة صحيحة. في عنا في 16 جلسة مع مدير عام مكتب وزارة الداخلية لأول مرة منروح لهناك مع خطط عمل اللي درسناها من يوم الجمعة اللي كانت هون لما كان في عنا جلسة في دير الكرمل، وبعدها بعد جلسة في بوسنان رايحين مع خطط عمل رسمية لكل المشاكل اللي بتخص القرى الدرزية عن طريق المنتدى. بده يكون في عنا جلسة حوالي 6 ساعات اللي فيها رايحين نعرض الأمور بصورة صحيحة، نرجو أن نرى نتائج من خلال طبعا هاي الجلسة. ونحن بنعرف السطر الأخير في النهاية المهم، نحن بنعرف شو الأشياء اللازم طبعا لقرانا، لمجتمعنا، لسلطاتنا، مصانع، ميزانيات، مساواة في الحقوق إلى آخره. ما أخي منعم، بدي أقول لك إشي واحد وللمشاهد لازم يعرف، نحن أحد مشاكلنا في الماضي كانت إنه العمل إقبال مؤسسات الحكومة بالتخبيص. شو يعني بالتخبيص؟ لما نحن غير مبرمجين ورايحين إنه نقاتل إنه بدنا، شو بدنا؟ لما بنسأل شو بدنا فيش حدا بيعرف شو بده. لما نحن مخططين عارفين
عارفين قديش نحن في عنا نقص في الأراضي، عارفين قديش مستوى زيادة الطبيعية تبعنا، عارفين قديش بعد بدنا دور العشر سنين لقدام، كم خرطة هيكلية نقصنا في القرى الدرزية، كم غرفة نقصنا للتعليم، شو بدنا بالضبط، وبنحطها على الطاولة وبنعمل كمان فحص إقبال القرى اليهودية وبنشوف شو هناك ماخذين وشو ناقص عنا. من المؤكد إن رايحين نحصل، معقول مش على الكل، معقول قسم، معقول هذا بيجبرنا نعمل إضراب، معقول يجبرنا نعمل مظاهرات، ولكن في نهاية الأمر نحن رايحين لما نحن مبرمجين بصورة صحيحة، مخططين، وأهم إشي إيد وحدة مش مفرقين. هذا نعم. إشي. ما هي مدى علاقتك الحقيقية مع أكرم حسون؟ يعني أنا تخربطت في الآونة الأخيرة، يعني كيف شفنا في الأشهر الأخيرة انتقادات من قبل السيد أكرم لعمل نهج كرم النصر الدين بعد وهو كبير جدا، وفي الفترة الأخيرة يكتب في كل الناس بأنه كرم النصر الدين المؤيد لمفاز لأنه مؤيد لأكرم حسون. هل الهدف هدف كرم النصر الدين هو إبقاء أكرم حسون إلى جانب، وهذا هو السبب الوحيد لاقترابك من كديمة ولمفاز ولأكرم حسون؟ وهل ترى بأنه موقف كرم النصر الدين في سوا تضعضع في الآونة الأخيرة بسبب بعد شخصيات معينة ومن ضمنهن أكرم حسون؟ هذا كان أيضا أحد الأسباب لربما للتقرب المجدد بينكما. أخي بنعم، أنا بتحداك وبتحد كل الصحف المحلية والعامة، إذا لحد اليوم كرم النصر الدين سنتين ونصف، وقبل طبعا ذلك، إذا في حياته بنشاف انه كرم النصر الدين كان في عنده كلمه او انتقاد على السيد دكتور اكرم حسون؟ قلنا العكس تماما، قلنا السيد اكرم هو اللي انتقد. اوكي، كرم النصر الدين رئيس مجلس، كرم النصر الدين بيشتغل، اكيد ان اناس اللي متواجدين مش في المجلس هم اناس اللي بيشوفوا الامور من وجهه نظرهم، ومن طبيعي في المجتمع الديمقراطي انه ينتقدوا، وحتى لو انه النقد لاذع وبدهم يتكلموا ويقولوا اشياء منيحه ومش منيحه، هذا شيء طبيعي، من طبيعي حتى خلال داخل الحزب وداخل المجتمع انه اناس اللي هن اصدقاء انه يكون في نقاش بيناتهم. هاي هي الديمقراطية الصحيحة، هذا هو الفكر اللي نحن من المفروض نوصل له، انه نحن نتناقش ننتقد بعضنا، ولكن وهون انا بقول اشي كبير، سوا هي حركة اللي هي للمجتمع كله، هي مش لكرم النصر الدين، هي لكل انسان فكر وامن في هذا الفكر اللي فيه التغيير الحقيقي هو عن يد رفع الاصبع مش عن يد العائله، عن يد التفكير الصحيح، الفكر الديمقراطي، النهج الحر، النهج اللي بيعطي كل انسان المساواه انه يوصل لوين ما يوصل، نفس الشيء. فأكرم حسون هو قسم من حركة سوا. أكرم حسون أنا بنساش أنه مبارح وقف حد كرم النصر الدين، هو يقول أنا قسم من حركة من أجل الكرمل، لا يعترف على الحركة من أجل دالية الكرمل، هي قسم من حركة سوا. حركة سوا هي الحركة الأكبر الأم، والحركة من أجل دالية الكرمل هي قسم من حركة سوا، وهذا إشي طبيعي ومعروف. فاللي نحن بنقوله إشي واحد، إنه أنا بنساش إنه الدكتور أكرم حسون وقف حدي في الانتخابات وسندني وجرب في كل الطرق، ودكتور أكرم حسون في عنده أناس من خارج عائلة حسون الكريم المحترمة اللي أنا بكلن لها كل احترام بعثلها تحياتي من هون، اللي هو وقف حدي. فمن طبيعي ومن باب الوفاء، حتى لو إنه بينتقدني، حتى لو إنه هو في أشياء اللي أنا وياها مش متفقين عليها وبعدنا مش متفقين عليها في داخل المجلس المحلي، ترى بأنه سيبقى إلى جانبك في الانتخابات القادمة؟ بعرفش، أنا مش وظيفتي افحص شو بعد سنتين الدكتور أكرم حسون بده يقرر، أنا وظيفتي إنه اليوم في موقف سياسي للدكتور أكرم حسون إنه ينتخب كعضو كنيسة من قبل دالية الكرمل، إلي الشرف إني ساعده ووقف حده وأعطيه كل الإمكانيات إنه يوصل لوين ما يوصل، وإنه يحصل على الوظيفة تبعه في المستقبل، هو بيقرر لنفسه كيف بده. على فكرة حتى الآن كرمل نصر الدين لم يعلن أنا مرشح للانتخابات القادمة في دالية الكرمل مرة أخرى، هل هذا يعني شيء؟ القريبة تقريبا 6 أشهر قبل الانتخابات رايح يعقد اجتماع، نحن كل وقت بنعقد اجتماعات، رايح يعقد اجتماع كل إنسان منتمي لحركة سوا إله نفس المساواة زي كرمل نصر الدين يرشح نفسه أمام 111 عضو اللي هن أعضاء حركة سوا، وفي نهاية الأمر اللي بينجح هو اللي بيكون مرشح حركة سوا لرئاسة المجلس. خلينا نتذكر أيضا إذا كرمل نصر الدين بينجح إنه يكون مرشح حركة سوا لرئاسة المجلس،
القانون تبع حركة سوا بيقول بس لمرتين ممكن الإنسان يكون رئيس مجلس من قبل حركة سوا، فضمنا نحن بنفهم أنه ديمقراطيا هذا الموضوع مبني في هاي الصورة. فبالنسبة لهذا الموضوع أنا بعتقد بعد في سنة ونص في عنا شغل، في عنا عمل داخل المجلس المحلي، وبعتقد حركة سوا المباركة الحمد لله في نهاية الأمر هي عم تكبر وعم تزيد، لأنه المجتمع من ناحية أفاق شوي شوي بلش يفهم انه العائلة هي اشي رائع رائع من ناحية احساس ومن ناحية عاطفة ومن ناحية محبة، ولكن من ناحية سياسية من المفروض انها تقوم حركات. حتى الان لا توجد حركات حزبية ولا ايديولوجية للأسف في دائرة الكرمل. من المفروض اخي منعم. ماذا يقول كرمل نصر الدين عن اخر التطورات في عائلة حلبي، مباحثات لربما رفيق حلبي لربما كرمي حلبي لربما مرشح اخر، أنت تنظر بفرحة لربما على ما يحدث هناك، ماذا تقول عن آخر التطورات في هذه العائلة؟ أولا وأنا بقول لك مش من لساني إلا من قلبي، عائلة الحلبي الكريمة المحترمة المعطاءة لدائرة الكرمل في شيوخها في شبابها في نسائها أنا بحترمها وبقدرها وإلها مني التحية الكبيرة. أنا سأحترم كما قلت في الماضي كل قرار بتتخذه عائلة حلبي بالنسبة لمرشحيها، أنا لا أتدخل في هاي الأمور، بعطي الحرية التامة. أنا إنسان اللي بعرف شو معنات المشاكل ممكن تكون داخل العائلة، أنا إنسان بعرف احترام كل إنسان، بحترم كل مرشح هناك، بحترم كل سياسي اللي كان هناك، وبحترم كل سياسي مستقبلي، وأكيد كل إنسان بيترشح أنا رايح شوف فيه خيي وصديقي مش رايح شوف فيه عدو. وفي نهاية الأمر الصندوق والمواطن في دائرة الكرمل بيقرروا مين بده يكون رئيس مجلس في دائرة الكرمل. سيد كرمل نصر الدين رئيس مجلس محلي دائرة الكرمل، شكرا جزيلا، يعطيك العافية. شكرا أخي منعم.